Thank you.
لا مش رح نرفع دعوة، بيا ما بده. شو ناويين تعملوا معه؟ ماشي، هو مش فرقانة معنا ممير، اللي فرقانة معنا بنتنا. شفتها عبكرة قبل صفوف، ما كانت مرتاحة أبدا. أكيد منا منيحة، منو هي اللي ما لقيت فيه أبدا، لح نطلعها من هالمصيبة. بتنسي أن وجود مرته قدامها رح يضيقها. ما تعتلو هم، أنا وبيا رح نعمل جميع الطرق تنطلعها من هالمصيبة الكبيرة، بس ما بدنا هالقصة تكبر أبدا. أنا حس بالذنب، كان لازم حس، كان لازم أحذر. أنت حاسة بالذنب بسر؟ إذا أنت حاسة بالذنب شو بتقولي عني أنا؟ أنا أمها اللي مش عم نام كل الليل، عم فكر قدي غلطت بكل شي حتى جنى وصلت لهون. كله بيتصلح مدام ديانا، المهم جنى تكون عرفت غلطتها وفهمت إنه اللي صار معه قصة كتير كبيرة وخطية ما كان لازم تعملها. ليه قاعدة لحالك هون؟ ليه منك مع الصبايا فوق؟ بحاجة عاد وحدة، فكر. جنى، بدي اياكي تعرفي انا كتير بحبك، حتى لو غلطتي مع دكتور ماكسيم. بليز جنى، بليز حس فيه. ليش هالقد انت قاسي معي؟ شو له طعمه هالحكي هلا؟ خلص، ما انت هلا ما بدك يعني. ليه؟ لانك ظهرت مع دكتور ماكسيم وحطيت ثقتك فيه وهو طلع واطي وتركك وراح. مين خبرك هالاخبار؟ مش ضروري حدا يخبرني لأحذر شنو. صار لك جمعة رجعت على المدرسة منك منيحة وسكت، والدكتور فل، الوضع كله مش طبيعي. أنا أكيد إنه هيك صار. ضحك علي بس نام معي، تركني فل. بدك تتركيه فل من دون ما تنتقمي منه؟ بدك يعيش مع مرته وولاده وهو مبسوط؟ شو بعمل؟ شو بقدر أعمل أصلاً؟ فيك تنزعي له حياته وتأذيه مثل ما هو أذاك. كيف؟ فعلي دعوة. دعوة؟ دكتورة تبعنا قالت إنه أهلي لازم يرفعوا دعوة، بس هن مش راضيين. خفانين علي، خفانين عصيتي.
اجبريهم يرفعوا دعوة. قولي لهم يا بترفعوا دعوة يا ما بعرف شو بعمل. ساعتها بتنتقمي من هالحيوان وبترتاحي. يا ريت في انتقم منه جد. مش عاملة أنا بساعدك تنتقم منه وتربح الدعوة. بس ما في دليل. أكيد عندك دليل. وين كنتوا تلتقوا؟ شالي. يا عظيم هيدا أول دليل. خير ست جنى، شو في عنا قصة جديدة؟ جاد كان عم بيقلي شي بالمدرسة ولازم تسمعه. هات لنشوف. عرفت بقصة جنى مع الدكتور. شو؟ خبرتي له كمان؟ ما تخاف استاذ، هذا الموضوع ما بيهمني ابدا. جنى بس غلطت لأنه حبيت الشخص الغلط مش أكتر. بعدين جانا مش منيحة أبداً، لا بالمدرسة ولا بشي. ما فيها تكمل هيك، ما فيها تعمل مستقبلها وتنجح. إنه شو جاي تعمل؟ عم تنصحنا يعني؟ ما عم بفهم. جانا لازم تنتقم من الشخص اللي ضحك عليها، لازم ترفع عليه دعوة وتخرب له بيته. مرسي حبيبي على اهتمامك، شرفت. بابا يا بترفعوا عليه دعوة يا أنا بعرف شو أعمل. جانا هيدي القصة صارت ورا ظهرنا. صارت ورا ظهرك أنت مش ورا ظهري انا. انا بغنى عن هيك جرصه، خلص انسوا الموضوع. ما فيي انسى، ما فيي انسى. انا عم بتعذب، عم بحترق من جوا وما حدا حاسس فيي. ما فيي ارتاح وانا قاعده عم بتعذب هيك. بدي اياه ينشحط من بيته ومن شغله ومن كل شيء. مسار القصة كبيرة كتير. هيدا حقهم انه يرفعوا دعوة على المشتبه فيه. البنت عاملة علاقة كاملة والبنت قاصر، وهي اللي عم بتقول انه دكتور ماكسيم هو اللي عمل معها العلاقة. كذب. التحقيق بقرر اذا كذب ام لا. فوتي جنى. مش زعلانة إلا عليك وعمدام عقيقي. ما كان بدي أحكي بس لأني بحبكن مستحية منكن. عم تكذبي جنى، عم تكذبي. لا أنا عم كذب مدام مرال. كيف بدك تقنعيني؟ قولي. إذا وصفت لك الشاليه تبعكن تقتنعي؟ اسكتي جنى، اسكتي. بعرف إني غلطانة، غلطانة أكتر من دكتور ماكسيم. بس بعرف إنه اللي عملته غلط، بس كنت مفتكرة انه هو بحبني. ولا مرة قال لي الحكي اللي قال لي اياه من بعد ما نام معي. لو يقال لي انه ما بده يترك مرته وعيلته كرمالي ما كنت اتقربت منه أكتر. ولا مرة قطع لي الأمل.
بالعكس كنت دايما احسس اني بعجبه، كان دايما يعطيني امل. انا ما كنت الفن له مدام، هو دايما كان يطلبني، انا ما معي رقمه، هو كان يحكيني برايفت ويقول لي لاقيه عشالي، كان يقول لي تأجي مشي، وهو يصف سيارته بالباركينج لما يشوفه حاسيب كونسيرج. تعرفي لحاسيب مدى مرال؟ بعرف اني مذنبة، بعرف اني خربت بيت مدمرة لولادها، بس بدي افضحها لحتى ما اطلع المذنبة لحالي. انا مبسوطة منك جنى، لأنك عم تواجهي مشكلتك ولأنك قوية وعم تخلي هالمشكلة مثل ما علمتك تعلم البنات التانيين. مش يمكن تكون كذابة، مش يمكن تكون لحقته وعرفت وين الشاليه وشافت حسيب، مش يمكن. انت مفتكرة تانت انه انا بخرب بيتي بهالسهولة؟ انا والبنت قعدنا سوا وحكينا، البنت بتعرف ادق التفاصيل، بتعرف قصص كتيرة، بتعرف انه عنده حرق على فخده، وبتعرف انه خلص خلص مرة خلص. واضح كان عمره واطي مع النسوان، بس ما كنت عارفة انه رح يكون واطي مع بنات قاصرين وصغار هالقد. معقول يعمل هيك بتلميذتي انا بالمدرسة اللي منعلم فيها؟ قولي له من بكره رح ارفع عليه دعوة طلاق ويتفضل يجي ياخذ اغراضه من البيت قبل ما غير القفل. انا فيلي قبل ما يجي. تبعي على حالك. الله معك حبيبتي. ديانا بصراحة مش طايق فكرة وجود جاد مع البنت بالأوضة. بشرفك كمال، في معها سناء وربا وتونيا، منك شايف إلا جاد؟ تعرفيني ما بحب وما بتقبل هالحركات. بدي أعرف شو بتحب كمال، ياريت بتفهمني. المرتبين والدكاترة والبلبسوا كرافتات؟ بكفي بكفي اللي صار كمال، رفقاتها عم بيساعدوها تطلع من مشكلتها، ضليتك تخوفها من الشباب يلي من عمره تحبت الدكتور اللي انت حبيته واحترمته. هلا عم تحمليني الي مسؤولية اللي صار؟ مش فرقانة معي شو اللي صار، بدي بنتي ترجع بنتي، تركها تعيش مثل ما هي بدها، تركها تعيش مثل ما هي حاسة، تركها كمال بقى تركها. برافو ماكسيم، برافو انك مش عم تجرب تكذب علي. ما في كذب اصلا، بس في اقول لك شغله وحده، انه البنت منا قاصر. البنت محتالي ضحكت علي و سكوت ماكسيم سكوت. بعرف انه بعدها بنت صغيره، بس عم بقول لك انه البنت محتالي ووقعتني. وانت وقعت فيها لانك ضعيف، ضعيف مثل بيك،
ضعيف وواطي قدام الجنس. ما رح اسمح بهيك حكي ماما. اسكت ولا مينك انت حتى تسمح او ما تسمح؟ انت شقفة انسان بلا اخلاق بلا ارادة بلا كرامة. لو كان عندك نتفة كرامة كنت بتعمل فيي هيك؟ ما فكرت فيي انا المريضة يلي عم صارع الموت يلي سلمتك مطرحي على اساس انت ابني تضبيض لي وجهي؟ فكرت فيي؟ فكرت بمصيري مع الرهبان شو رح يكون؟ 20 سنة هنو بيحترموني وبحبوني تيعرفوا ان الصبي اللي ربيته واحد واطي يلي ما عندي غيره. فكرت بتلميذي كيف رح يطلعوا فيي؟ طبعا ما فكرت بهالشي ابدا، لانه جنى طلعت اقوى من تلميذك بالجامعه يلي حضرتك ضحكت عليهم وهني سكتوا. ما فكرت بجنى انه رح تفضحك وتخبر كل العالم شو صار بينك وبينها؟ تفضح مرتك وولادك وتفضحني انا. انا بفرجيها ما رح خليها تربح الدعوه، انه حتى لو ربحتها ما رح تقدر تعمل معي شيء، حتى حبس ما فيها تحبسني. ما العلاقه صارت برضاها، يعني اكثر شيء بيطلع بكفالي، ما رح تقدر تعمل معي اي شيء. لا بتعمل، بتعمل وعملت، مرتك رح تعمل، وانا رح اعمل، والمدرسه والجامعه. انا ابني واطي صار بيخاف منك مكسيم، صار بيخاف منك. ابني ابني انا بكره ينحط على سجله العدلي نقطة سوداء، ويخافوا الأهالي يبعتوا له ولادهم تيعلمون. هيجي مكبرين القصة بقى. القصة كبيرة، كبيرة مكسيم، أكبر من المرض اللي عم حاربه بجسمي، أكبر من المرض. لا لا أنت مش ابني، أنت مش ابني، مش ابني مكسيم. ماما اطلع برا مكسيم، اطلع برا، ما بدي اياك اطلع برا. انا ما بدي اياك، ما بدي اياك مكسيم، اطلع برا، بكفيني سرطان واحد. اطلع برا عم اقول لك، برا 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 برا. رفقاتي بالمدرسة رايحين بيكنيك الأحد الجاي، فيي روح معهم؟ مين يعني رفقاتك؟ إنه كلهم بنات وشباب من كل صفوف الترمينال. أكيد حبيبتي ما نخليك تروحي، ليش هن بدو يروحوا أنت لا يعني؟ يلا جنى بشرفك قومي شوفي للأمسان لمنزوع. يلا مام سبت الجاي منجيب الأغراض أنا وياكي. أوكي وأنت موافق؟ بعرف أنه وضعنا صعب كمال، بس أنا بدي أربح بنتي، عم تبعها مع حكيم النفسانية. القصة ما بدها هالقد. بلا بدها كمال، إذا ما عرفنا تصرفنا منيح مع البنت بتضيع، بتفلت، بتنتقم من حالها، بتنتقم منا. الله يخليك كمال، ما تزيد فوق المشكلة مشاكل. جنى ملاقية الحل والخلاص برفقاتها، رفقاتها البنات والصبيان كمان، هن اللي عم بيخلصوها من مشكلتها مش نحنا. كمال وقوفن حدا عم بيساعدها كتير، صدقني. شو الهيئة اللي قالت لي ياه الماما مزبوط؟ أكيد مزبوط، حطيت لك اغراضك بالشنط، وفرت عليك شغل. غلطانة حياتي،
أنا ما رح أترك ولادي. أنت الغلطان ماكسيم، رح تتركهم أنت ومبسوط. أنا حطيت الولاد بالجو، قلت لهم أنه أنا وياك مختلفين ورح نعيش ببيتين منفصلين. بتمنى نبقى على هيدي الحقيقة أحسن ما أضطر خبرهم الحقيقة المزبوطة وخليهم هن يختاروا. شو هالبسيكولوج المهمة أنت؟ خد غراضك وطلع لبرا ماكسيم، أنا بسيكولوج غصب عنك. فل وخلي صورتك حلوة براس ولادك. بس أنا ضحية. طلع لبرا ماكسيم، ما إلي نفس اسمع صوتك، شكلك وصورتك بلعولة نفسي، بس وقت اللي بفكر إنك تنام مع رجال واطي مثلك، بقرف من حالي. معك حق جاد، لما حكيت ما عدت خايف وارتحت. أنا اللي ارتحت، بس عرفت إنه ترك مرته وبيته ارتحت. أنا السبب، ما هيك؟ أنا السبب بكل شيء عم تعيشه مدام مرات. يمكن أنت السبب هالمرة، بس لو ما حكيتي كان رح يعمل نفس الشيء مع بنت تاني وهي رح تكون السبب. جاد؟ شو؟ كيف تقدر تحبني وأنا عملت هيك؟ ما بعرف، بحس إنك غلطتي وفيني سامعك إذا بدك. بس أنا هلا كرهانة رجال. شو يعني بدك تحب البنات؟ بلا سؤال جاد. شو بدنا اغراض للبيكنيك؟ كثير ناقصنا اشياء. شو ناقصنا بعد؟ ايه شو ناقصنا بعد؟ غير البطاطا. ايه اهم شيء نعمل فتوش. إيه. شو فتوش؟ اذا ما في مشاوي ما بيجي. خير متر، شو في بعد وراي على السريع؟ شغلت لي بالي. اهلا لجنى، رفعوا الدعوه. يا عين
مش هيك لازم تخبرني اياها يا ماتر يا شاطر، لازم تقلي خسرنا الدعوة. اكيد بدنا نخسرها، ما انا قلت لك من قبل انه رح نخسرها، من وقت ما جانا خبرت كل التفاصيل الدقيقة عنك وعن جسمك وشلاتك. وانت مش عارف انه هيك رح يصير يا فهلوي؟ بلا كنت عارف، بس ما كنت عارف انه كل الدنيا رح تشهد ضدك. ما كنت عارف انه مرتك والرهبات والبنات كمان رح يشهدوا ضدك. ما كنت عارف انه حتى الدكتور زميلك بالجامعة رح يشهد ضدك ويخبر قصتك مع البنتين اللي عملت معهم نفس الشيء من قبل. وما كنت عارف انه كمان حتى البنتين رح يشهدوا ضدك ويخبروا كل قصصهم. كل هيدا لانه انا نمت مع بنت حلوة؟ هلا كل رجال البلد صاروا قديسين وعم يرجحوا زيت، ما بقى حدا ينام مع بنت حلوة. بلا مكسيم، يناموا مع بنت حلوة بس مش مع تلميذتهم القاصرة. حتى انت ندمت لاني جربت دافع عنك، استحيت من العالم ومن حالي بالجلسات. بالجامعة أخذوا رقمي من الدكتور صاحبك وبعثوا لي إنذار الفصل. أنت مفصول من الجامعة يا دكتور بسبب قصصك مع البنات، بسبب قصتك كمان مع جنى. عود حدي يا ابني، قرب يا ابني، قرب شوي يا ابني. أنا ما رح أتركك حبيبي، رح ضلني واقفة حدك ماما، ما تخاف. ما بعرف شو صار، ليه صار أصلا؟ سلامتك مدام عقيقة. نحن اليوم رايحين نعمل بيكنيك، بقررنا نقطع لعندك ونسلم عليك، هيك كلنا مجتمعين. اهلا وسهلا. مزبوط انا مش تلميذك بس بحبك كثير. وانا بحبكم كثير كمان.
مدام عقيقة. عبالي اقول لك اني بحبك كثير. بعرف اني غلطانة. انك مش طايقتيني هلا. بس بتمنى منك انك تسامحيني. نمشي جنى؟ ناطرنا الاوتوكار. خليكم بعد شوي. اصحابنا ناطرينا بالاوتوكار، خلص نرجع غير مره. باي. سلامتك يا باي باي. الله معكم. سلامتك مدام عائلة. الله يسلمك. قمر. نعم. ضيفي بهلاوة. لا 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 ميرسي، بعمل رجيم. أو أقول لك هات دندو. باي مدام عائلة. باي هلا معك. هيدا الرقم اللي كان بدك اياه من زمان. كان بدي اياه. بطل بدي. Thank you.